حكم يقول لا ركنية يا بنا. حكم يقول لا ركنية. جرانيرو في تنفيذ الركنية للريال. القائم الأول. أديبايور يسجل الهدف 100 للريال هذا الموسم. ويسجل هدف الخامس. أديبايور يسجل الهدف رقم 100 للريال. وهدفه الخامس هذا الموسم وهدفه الثالث في لقاء اليوم. في القائمة الثانية مانويل أديبايور وكأنه يريد أن يقول لمورينيو أريد أن أبقى في الريال مثل ما يريد أن يبقى في الريال كاكا مثل ما يريد أن يبقى في الريال كريم بنزيما مع مجيء التين توب وصاين وكاليخون.